هذا البرنامج برعاية دلالة القابضة، الثقة والابتكار. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام، لنلقي نظرة على مؤشرات الأسواق العربية والخليجية والعالمية وكذلك أسواق النفط والعملات والمعادن. نبدأ مشاهدينا الكرام بالأسواق التي بدأت التعاملات منذ قليل في جلسة اليوم. الكويت ارتفاع بعشر في المئة مع بداية التعاملات بحوالي 8 نقاط، والمؤشر يصعد إلى 6771 نقطة. وفي تعاملات أمس اختتم المؤشر السعري في بورصة الكويت تداولات الأحد منخفضا ب20% بتراجع 5 قطاعات أبرزها النفط والغاز ب1.9% متأثرا بانخفاض سهمي بترولية ب11% وبترو جولف ب3% تقريبا، في حين ارتفع سهم بيت الطاقة ب6% وهبط قطاع الصناعة ب14% لتراجع عدة أسهم بالقطاع تقدمها الصناعات الوطنية ب14% والخصوصية وبورتلاند ب3% لكل منهما. في المقابل ارتفعت مؤشرات 6 قطاعات أبرزها الخدمات المالية ب13% بدعم من نمو عدد من أسهمها على رأسها إنفوفاست بحوالي 4% وبوبيان والمغاربية ب3% لكل منهما. كما صعد قطاع الخدمات الاستهلاكية ب13% بارتفاع أسهم إيفا فنادق ب6% وأولى وقود ب1%، في حين تراجع سهم السور ب1%، وتراجعت السيولة إلى 8,720,000 دينار مقابل 10,800,000 دينار في الخميس الماضي، بينما ارتفعت أحجام التداول إلى 54 مليون سهم مقابل 50 مليون سهم بالجلسة السابقة. ونذهب إلى الإمارات، حيث ينخفض المؤشر الآن بحوالي 3 نقاط مع بداية التعاملات. المؤشر عند 4530 نقطة، وقد أنهى المؤشر العام لسوق أبو ظبي المالي تعاملات أمس مرتفعا ب10% بدعم من صعود 6 قطاعات بقيادة قطاع السلع الاستهلاكية ب3% بارتفاع سهم أغذية ب6%، فيما هبط سهم العالمية القابضة ب1.3%، وارتفع قطاع الاستثمار ب18%. وفي المقابل تراجعت مؤشرات 3 قطاعات بقيادة قطاع الصناعة المتراجع بأكثر من 1.1% بخسائر سهمي جلفار ب3.8% وأركان ب1.3%، وانخفض قطاع التأمين ب1% بهبوط أسهم الاتحاد للتأمين ب10% والإمارات للتأمين ب4% والخزنة للتأمين ب3.8%، وتراجعت قيم التداول لنحو 130 مليون درهم مقابل 404 ملايين درهم بجلسة الخميس الماضي. نبقى في الإمارات لكن نذهب إلى سوق دبي، حيث يرتفع المؤشر الآن ب20% بحوالي 8 نقاط عند 3195 نقطة محاولا الوصول إلى 3200 نقطة التي كسرها في بداية تعاملات جلسة أمس. وفي جلسة أمس أغلق سوق دبي على ارتفاع بأقل من 1% بقليل بدعم من مكاسب 3 قطاعات بقيادة قطاع البنوك بنحو 2.8% مع صعود سهم
سهم الإمارات دبي الوطني بحوالي 14%، في حين تراجع سهم الإثمار القابضة ب 5%، وهبط سهم المشرق ب 3.7%. كما صعد قطاع العقارات بنصف نقطة مئوية بارتفاع أسهم إعمار مولز ب 2%، وإعمار للتطوير ب 1.2%، وإعمار ب 1%. في المقابل تراجعت مؤشرات 5 قطاعات بصدارة قطاع السلع الاستهلاكية ب 2.5%، مع انخفاض سهمي ماركا ب 6.5% ودي إكس بي ب 1.5%. كما هبط قطاع النقل ب 17% بخسائر أسهم العربية للطيران ب 18% وأرامكس ب 17%. وتراجعت قيم التداول إلى 421 مليون درهم مقارنة بنحو 512 مليون درهم بجلسة الخميس الماضي. في البحرين مشاهدينا الكرام انخفاض ب 20%، فيما تشهد سلطنة عمان تذبذبا مائلا للانخفاض بأقل من النقطتين. الآن نتجه إلى البورصة القطرية لنتابع الافتتاحية في ثاني جلسات هذا اليوم. إذن 18% ارتفاعا بدأت البورصة القطرية في هذه الحدود، وفي يوم أمس تراجع المؤشر العام لها بحوالي 17% بخسائر 3 قطاعات بصدارة قطاع النقل ب 1.5%، بهبوط أسهم ناقلات ب 1.5%، وملاحة ب 1.5%، والخليج للمخازن ب 17%. كما تراجع قطاع الصناعة ب 17% بهبوط أسهم الأسمنت الوطنية ب 3.3% وصناعة قطر ب 1.1%، وأعمال ب 19%. في المقابل ارتفعت مؤشرات 4 قطاعات بقيادة البضائع والخدمات الاستهلاكية بأكثر من 18% بمكاسب أسهم زاد القابضة ب 10% والمناعي ب 3% والسلام العالمية بنصف نقطة مئوية. كما صعد قطاع الاتصالات بنصف نقطة مئوية بارتفاع سهمي فودافون قطر وأريدو ب 13% وفودافون ب 1%. إلى السعودية، حيث أغلق المؤشر الرئيسي التاسي أمس على ارتفاع ب 1.8% بدعم من مكاسب عدة قطاعات، أبرزها قطاع التأمين بحوالي 4%، بصعود أسهم بوبا العربية ب 10% والتعاونية ب 7% ووفا للتأمين ب 3%. كما ارتفع قطاع الاتصالات ب 3.6% بصعود أسهم اتصالات ب 4.5% واتحاد اتصالات ب 1.2% وزين السعودية ب 17%. وعلى الجانب الآخر تراجعت 4 قطاعات، تقدمها قطاع تجزئة الأغذية ب 16% بخسائر أسواق العثيم ب 17% والمزرعة ب 10%، وهبط قطاع الرعاية الصحية ب 13% بانخفاض أسهم المواساة ب 2.5%، ودل الصحية ب 16%، وبلغت قيم التداول 4.6 مليار ريال. إلى مصر، حيث أنهى المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 تعاملات الأحد متراجعا بنصف نقطة مئوية بخسائر 6 قطاعات، تقدمها المنتجات المنزلية والشخصية بنحو نصف 5% بهبوط أسهم إسترن كامباني ب 6.5% ودايس ب 1.2%. كما هبط قطاع البنوك ب 1.4% بانخفاض أسهم بنك فيصل ب 4% وبنك قطر الوطني ب 3% وبنك قناة السويس ب 2.7%. في المقابل صعدت عدة قطاعات بقيادة قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات ب 3%، بصعود أسهم الأهرام للطباعة ب 6% والسويدي إلكتريك ب 5% ويوني باك ب 1.2%. كما ارتفع قطاع العقارات ب 2.5% بمكاسب أسهم الوطنية للإسكان ب 8.5% والإسماعيلية الجديدة ب 6% والغربية الإسلامية للتنمية العمرانية ب 5%. وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 954 مليار و400 مليون جنيه، فاقدا نحو 3 مليارات و500 مليون جنيه.
الآن نتابع بقية المؤشرات العالمية وأسعار النفط والعملات والمعادن في هذا العرض. أهلا مجددا. افتتحت أسعار النفط مع بداية جلسة الأسبوع الجاري على ارتفاع، حيث صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت بنحو 10% خلال التعاملات الآسيوية المبكرة متجاوزة 65 دولارا و50 سنتا للبرميل، لتحافظ على المكاسب التي حققتها نهاية الأسبوع الماضي بنحو 3%. ويترقب المتعاملون في بورصة نيويورك للسلع بداية التداول اليوم على عقود خام القياس الأمريكي تكساس التي أنهت جلسة الأسبوع الماضي مرتفعة بأكثر من دولار و90 سنتا لتبلغ عند التسوية 62 دولارا و4 سنتات للبرميل. وخلال مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال، قال وزير النفط الإيراني إن أوبك قد تتفق في يونيو المقبل على بدء تخفيف القيود الحالية على إنتاج النفط في 2019، مشيرا أن إيران تريد أن تسعى أوبك لإبقاء أسعار النفط حول 60 دولارا للبرميل، وذلك من أجل احتواء منتجي النفط الصخري. ولفت الوزير الإيراني إلى أن بلوغ أسعار النفط نحو 70 دولارا للبرميل سيشجع على إنتاج المزيد من النفط الصخري الأمريكي. من جهته أشار أن إيران ملتزمة بضخ الحد المسموح لها حاليا بنحو 3,800,000 برميل يوميا، وستضغط لزيادة الإنتاج بنحو 100,000 برميل يوميا.
عانت العملة الرقمية بيتكوين من خسائر فادحة بعد انخفاض سعرها بنحو 3000 دولار خلال الأسبوع الماضي، أي بانخفاض نسبته 25%، مما أدى إلى خسارة 50 مليار دولار من إجمالي القيمة السوقية. كما انخفضت معظم العملات الرقمية الأخرى بنحو 20% مع تزايد الأخبار السلبية بشأنها وتنامي عمليات الاحتيال. وفي ختام تعاملات الجمعة الماضية خسرت بيتكوين أكثر من 4% وهبطت دون حاجز 9000 دولار، وهو أدنى مستوى لها في أكثر من 3 أسابيع، لتستقر عند 8880 دولار للوحدة الواحدة في بورصة بيتستامب في لوكسمبورغ. ونذكر مشاهدينا الكرام بأننا نذيع هذه الحلقة من البورصة على صفحة الجزيرة مباشر على فيسبوك مباشرة، ونتلقى الأسئلة والتعليقات من حضراتكم مشاهدينا الكرام. عقب التقلبات العنيفة التي شهدتها وول ستريت مؤخرا، برز مجددا الحديث عن مؤشر الخوف الذي يعتمد عليه المستثمرون والخبراء لقياس اتجاهات السوق بشكل عام في ظل صعوبة التنبؤ بالتصحيح الفجائي للبورصة. المزيد في العرض التالي مشاهدينا. الآن مشاهدينا الكرام نتعرف على التعليقات التي وردتنا عبر تغطية البورصة على فيسبوك وتويتر بعد هذا الفاصل مباشرة. ردا على البيتكوين، هل يمكن الاستثمار فيها الآن؟ نتابع من عمرو بقالي، يقول واضح أن موضوع العملات الرقمية ده مش هيتوقف ضده بجدية، مش هيتوقف ضده بجدية إلا لما تتعمل به مصيبة دولية سودة. كم التذبذب في أسعار البيتكوين مثلا خلال آخر 6 أشهر يؤكد أنه أمر مشبوه تماما ومغسلة ضخمة للأموال. هذا الحساب يقول للنجار، كثير من المروجين للعملات الرقمية والبيتكوين يذكرون أن عملاتهم الرقمية وهي منتج تقني أساسا أصبحت مقبولة لدى كثير من المحلات والدول. ما يغفلون عن ذكره هو أنهم يبطلوا تبديل البيتكوين أو يطلبون تبديل البيتكوين بعد قبولها خلال 24 ساعة إلى دولار. أحمد عوض، تعدين العملات الرقمية بقى مزعج جدا ويجب إيقافها تماما. أما عبد الخالق بن علي، لم تعد العملات الرقمية وهما بل واقعا والمستقبل له، وسوف تتجه جميع الدول دول العالم قريبا لإصدار نسخ رقمية من عملاتها.
إذن عينا من التعليقات، نشكركم على تويتر وفيسبوك متابعينا، وشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام وأيضا مشاهدينا على فيسبوك في البث الحي لتغطية البورصة. بعد حوالي ساعتين وخمس عشرة دقيقة يتجدد اللقاء عبر شاشة الجزيرة مباشرة. السلام عليكم ورحمة الله. هذا البرنامج برعاية دلالة القابضة، الثقة والابتكار.